خبر اليوم: وفاة طفل داخل مدرسة خاصة في العبور بسبب سقوط نافورة مية عليه. الطفل يوسف سامح جرجس، البقاء والدوام لله. دي مدرسة بإدارة العبور، مدرسة بردي الخاصة للغات بإدارة العبور التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في الأليوبية. نافورة المدرسة وقعت عليه لما اتعلق بالسياج الحديد بتاعتها، راحت نازلة عليه. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله. الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم شكل لجنة للتحقيق من الشؤون القانونية بالوزارة والإجراءات اللي انتوا عارفينها اللي هتعدي، يعني هيتخصب فيها حاجة من المدرسة. بس في واحد مات.